أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وإذا استدعى الأمر فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.